معرض بلاك تيم. معرض بلاك تيم بيضم 1000 رسام و2000 لوحة فنية بمشاركة أطفال مركز الحسين للسرطان. إحنا اليوم مشاهدينا متواجدين في المدينة الرياضية في قاعة عمان الكبرى لنشوف مقتطفات من هذا الافتتاح الكبير. خليكم معنا. معرض فريق بلاك. تم افتتاح أكبر معرض فني بالعالم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نجلاء بنت عاصم، وبحضور معالي وزير الشباب والثقافة ومعالي وزير الاتصالات ووزير التربية والتعليم. ويتكون من فريق فني محترف يختص بتعليم الفنون التشكيلية ونشرها على المستوى العالمي، ويهدف الفريق إلى نشر رسالة توعوية وتوجيه الأجيال القادمة والحالية لهكذا نشاط من شأنها الارتقاء بالذائقة العامة للأفراد والمجتمع، وهو يشتمل على نخبة من المحترفين والهواة في فن الرسم. بنقيم أكبر معرض فني في العالم بعدد مشاركين 1000 شخص، ومعنا مرضى الحسين للسرطان، وبنقيم هذا المعرض داخل قاعة أهل عمان الكبرى بالمدينة الرياضية. أول شيء أنا بتشرف أني كنت مقدم لهالحفل الفني الخيري لدعم مرضى السرطان، كان تحت رعاية سمو الملك الأميرة نجلاء بنت عاصم. كتير مبسوطين صراحة أن كنا جزء من هالإيفنت الحلو الكبير، كان بضم 1000 رسام. وشكرا كمان لمركز الحسين للسرطان انه اعطى هالفرصه الحلوه لمرضى السرطان لحتى يتعلموا رسم. شاركت في معرض بلاك تيم بلوحه اللي هي علم الاردن، اكبر علم بالعالم اللي في الطبيعي، مكون من 2512 قطعه ويعد الاكبر بالعالم واول علم في العالم من هاي الماده، وسويت عشان هدي لجلاله سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. اليوم شاركت بمعرض بلاك تيم، هو يعد كأكبر معرض في العالم، طبعا دخل موسوعه جينيس، شارك فيه 1000 فنان، وجيت اليوم أعرض هون لوحاتي. طبعاً لوحات كانت صعبة شوي، كل واحد فيهم تقريباً استغرقت أسبوعين. منشكر طبعاً وزارة الشباب لأنها من ضمن الرعاة لهذا الحفل، منشكر سمو الأميرة نجلاء على حضورها وافتتاحها لهذا الحفل بوقت قياسي وزمن كتير قصير. قدرنا نجمع هالعدد من الفنانين من هالمشتركين من هاللوحات ونشتغل على هذا المشروع. طبعاً الهدف من هيك مشاريع واللي نطلب من المؤسسات المجتمع المدني من أي جهات حكومية إنه ترعى إنه هو الارتقاء بالذائقة للفرد وللمجتمع، ونوجه الشباب لهيك نوع من الفنون الراقية اللي بتخليهم يركزوا بأي شيء أو إنه ركز على الجمال والجماليات في الحياة. كرم، إيش عملت لنا اليوم؟ إيش الرسمات الحلوة اللي رسمتها؟ هاي اللوحة. هاي اللوحة ليش رسمتها طيب؟ رسمتها لأنه هاي الشخصية اللي بحبها. هاي الشخصية اللي بتحبها. طيب كرم، قد إيه قعدت ترسم فيها؟ 3 ساعات. ما شاء الله 3 ساعات. شاركت بأربع لوحات، 3 منهم تحبير ورسمة فحم. الرسمة الأولى بتحكي عن تعقيد مشاكل الأمة وحال الأمة والقيود اللي متحكمة فيها. الرسمة الثانية عن كيف البني آدم بيعزف على الناية حتى يطلع الأوجاع اللي جواته. عندي رسمة الفحم تحكي عن الازدواجية، وفي شاركت برسمة مانديلا حتى أبين فيها التفاصيل والفن الأندلسي. اليوم شاركت في معرض بلاك تيم، أكبر معرض في العالم حيدخل في موسوعة جينيس. شاركت في 5 لوحات، عندك أكثر من معنى، 2 أبيض وأسود و3 ملونين. مش ملونين، في واحدة بتعبر عن القدس حطيت فيها بس بعض الألوان، واحدة بتعبر عن أطفال واللي حرموا من طفولتهم، واحدة بتعبر عن الغروب وواحدة عن الشروق. الألوانهم في واحدة بتعطيك 3، يعني بعطوك طاقة إيجابية عالية. نضال، أدي عمرك يا نضال؟ 12 سنة. عمر كله يا نضال. شو رسمت لنا اليوم؟ الصورة هاي اللي بتعبر عن الحرية. بتعبر عن الحرية. زمان صار لك بترسم؟ نعم. ما شاء الله عنك يا نضال، شكرا لك يا حبيبي.